عشان تتفادى الاصابات خاصه الديسك. عندنا عاد هناك ما ادري اليوم شنو طبختهم. بيروح التمرين الحين. فعايشه عندك الموضوع شو اللي طبختها اليوم؟ صباح الخير. يا هلا. من اهم الاشياء اللي واحد المفروض يسخن قبل التمرين انه هو يتريق عدل وياكل وجبه صحيه بحيث انه يكون عنده طاقه بحيث يمارس هذا التمرين. عشان كذي الشيف عايشه اليوم جسدت لنا طبخه كلها طاقه كلها حيويه وطبخه فيها شكر وحلى. فشيف عايشة عندك عارفي الناس من طبخ اليوم. صباح النور يا هلا فيك. اليوم لا هي ريوق هي سناك تصير ديزرت تصير نوع شيء نضيفه على السلطات. طبعا اليوم عندنا كلها مكسرات. حلو. هي شوي هي بالانجليزي اسهل من ان اقولها هي الكراميلايز نتس المكسرات المحمصه بنكهه الكراميل والدارسين. الحلو ان المكسرات يعني جدا مفيده وفيها غنيه تكون بالمعادن المفيده للجسم، فانتم لما تيون وتحاولون تحلون طعمها فممكن ايضا انكم تجذبون الاطفال من خلالها، واحنا هم نستمتع من خلال سناك مفيد يعني مو صحي صحي يعني حلو شيء حلو شيء حلو. لا تكثرون هذا اغلب يعني اغلب الاماكن السوبر ماركت بالطبع. او الكافيهات هذا شيء تلقينه هناك. نقدر احنا نحضره بالبيت ويانا رمضان يعني شيء حلو. وتضيفي له نكهه انا هني تقريبا مع المقادير الحين راح نشوف انا ضفت له الدارسين. نقدر نضيف له زعتر البابريكا على حسب الفلفل الاسود على حسب الطعم اللي انت تبينه. حلو. مشاهدينا حاليا قاعد يشوفون المقادير على الهواء. عندنا 40 جرام زبده عدل شيف عايشه 40 جرام. هني انا سويت نوعين نوع من اللوز ونوع من البيكان. المقادير نفسها راح تكون مقسومة على 42 جرام يعني عندنا 20 جرام حق كل نوع، وعندنا تقريبا نص قفشة دارسين احنا حاطين بالمقادير قفشة واحدة راح تكون مقسومة، وقفشتين من الفانيليا راح تكون هم مقسومة قفشة حق البيكان وحق اللوز. وعندنا هذه اتوقع قفشة كبيرة صح؟ هذه قفشة كبيرة اي. وعندنا براون شوغر تقريبا نص كوب بما يعادل كوب حق النوعين، ورشة ملح لو يعني احتجناها تعادل الطعم. نعم. راح نسويهم مع بعض بنفس الوقت. نعم. فكل ما في الامر اليوم في طبختنا انها راح نحمس او راح نحمص خلا اساعدك نحمص اللوز والجوز راح تنتقل راح تفضلي. عاد انا يعني الذ فقره عندي اللي هي لما تحطين الزبده او السمنه. الزيت مو وايد يجذبني بس الزبده والسمنه ما تاخذ وقت. هي مجرد الشغلة الوحيدة اللي راح تاخذ وقت انه لما راح نحمصها ونخلص يعني هي التحميصة راح تكون شلون اقول لك راح تطلع مقرمشة. فانت شايفة نتفة زبدة حطينا. ايه. وراح نضيف لها الماي. خلنا شوي على نعم يعني فعليا المكونات شكر وزبده حطينا حطينا الزبده والفانيلا بعدين وراح نضيف الفانيليا كلها مع بعض، بعدين راح نضيف الماي اساسنا شوي يعطينا سائل. حلو. ومن بعدها عندنا هني دارسين. احنا نكهناها بالدارسين نقدر يعني كل المكونات اللي شفتوها نحطها كلها بالمقله بس شنو الماي اخر إيه؟ اخر عفوا اخر شيء الماي اساس انه ما تتكتل. حلو. الشكر ما يتكتل بس نقدر نغير نوع المكسرات صح؟ تغيرين نوع المكسرات كازو فستق على حسب احنا هني. هذه اول شيء هني نعرف بالكويت البيكان. بالضبط. البيكان هو اللي هو اللي يعني كان دارج هني بالكويت اول ما طلع. خلينا نوري المشاهدين راح يطلع بهالشكل. ترفعينه شوي بهالطريقه من بعدها تضيفينه يتحمص شوي راح نعطيه بس رشه ملح يعادل الطعم. وطبعا هذه الخلطه عموما حق اي نوع من انواع المكسرات أنواع وحتى بعض الناس يحبون يحطون كسر خبز عدل
ما يصير؟ مكرمل شنو الخبز؟ خبز يصير شو اسمه سويت؟ مكسرات. مكسرات لا لا مكسرات هي افضل افضل شيء. إيه؟ هذه مكسرات بعد لو تلاحظ اذا في مطاعم اذا رحت لها تلقاها محطوطه على اضيفها على اي تفضل في اي كوب ونص احنا حطينا من النوعين. شوي راح تاخذ وقت تقريبا 8 دقائق على حرارة عالية ولازم تستمرين بالتحريك ومن بعدها راح تنشف راح تشوفين خلاص الحبات سهلة يبسوا سهلة يبست وتصير مقرمشة من بعد ما تنشف هذه المكونات راح نضيفها بصينية اي حلو وبالفعل يعني صراحة يعني هو شكله وايد لذيذ وطعمه أيضا لذيذ واحنا يعني أنا مستعجل إن أوري الناس الشكل النهائي لأن الشكل النهائي غير مختلف يعني تماما عن اللي قاعد يشوفونه حاليا هو بعد راح يعني يبي له 10 دقائق 8-10 دقائق على النار على حرارة عالية لكن هو بهذا الشكل يعني هذا الشكل ومن بعدها راح ننقله على الصينية وشوي نحاول يعني اللوز خل اراويك اياه اللوز لا نكشف له مفاجاه نكشف المفاجاه يبي له وقت هو شوي حلو راح يكون كذي شكله نهائي عقب ما نفرشه بالصينيه على ورق الزبده اللوز كذي راح يطلع بهذا الشكل أيه؟ او نقدر كل 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 وقت على ما انه هو يبرد تحركهم تحرك المكونات وراح يطلع حبه كل وحده بروحها بس شويه يبي له وقت فهذا حلو وبسيط بسيط وسهل وسريع والحين جاي رمضان بعد يعني تقدر تسويه وتحطه بالصينيه ولا تحطه بجار وتسكرها ويرايح راد على صح صح الحلو فيه انه إن طويل الامد ها اي انك بس تتخزنه بجار ما يخترب اي صح زجاجيه هذا اذا ظل اليوم الثاني تعلمهم صغار شي بتشياس اي اذا ظل يسوونها صح؟ هذا اكثر شيء ناس تستخدمه يوزعونه بالاستقبالات بالاستقبال؟ احنا نقدر نسويه ما يسرق القعان ولا انا غلطان بلاش ممكن يتشيس فكره والله ترى على فكره بدل ما تروحون تشترون حلو تقدرون تسوونه صح كلامك في طريقه هذا تقدر تحطه على الروب ايه روب ويا فاكهه وتحطه فوق ويعوضك عن السكر بس لازم نسمي الطبق هو مكسرات بدون اسماء لانك بعدين الناس اللي بيرجعون بالحلقه يقول وين الطبخه اللي كانت فيها الاسامي من قد هي كراملايزد بيكان او المون كراملايزد المون فهي مكسرات لا نبي كلمه كويتيه عليها شوي خلاص مكسرات متكرمله كذي تقريبا انا يعني راح اكملها وراح تجربون الحار والبارد تقريبا هذا راح يطلع شكله خلاص نصور مع الطبق هذا الشكل النهائي ما نخفف ما نوطي النار صح نخليها لا لا على هي هو يحتاج حراره اعلى بس هو راح ياخذ وقت وان شاء الله مثل ما قالت الشيف عائشه هذا الطبق تقدرون تخزنونه وتستهلكونه في اي وقت بدون ما يخترب ويحفظ في حراره الغرفه ومن طبختنا اللذيذة الحلوة اللطيفة إلى مؤشرنا لهذا اليوم وسوق الكويت لأوراق المالية مع الزميل رائد المطيري خلنا ننتقل معكم مشاهدينا صباح الخير رائد صباح النور حياك الله عبد الرحمن صباح النور زينب صباح النور شيف عائشة حياكم الله وإن شاء الله بداية يوم جديد وإن شاء الله أيضا استحقاقات إيجابية جديدة أيضا بإذن الله بعد الفاصل نبي ناخذ منك التفاصيل بإذن الله